احنا هنشرح الباشمهندسين هنا في الاوتوكاد ايه الاوامر الاساسيه اللي ممكن ارسم بيها على برنامج الاوتوكاد. تمام، نبدا اول حاجه ان انا لو عايز ارسم خطوط، فعندنا دلوقتي لو انا عايز ارسم خط مثلا، فعندنا في امرين ممكن اشتغل بيهم، في امر لاين ان انا احدد الستارت بوينت. طيب عايز امشي على استقامه، ممكن ادوس هنا وبالتالي انا اقدر اتحرك هوريزونتال او فيرتيكال. طب لو عاوز اديله زاويه فهدوس شيفت علامه الزاويه 45 مثلا، راح هو مديني ان انا اتحرك 45 اي زاويه بقى، 15 16 15 60 30 اي زاويه عاوز اعملها. فدي لو انا عاوز اتحرك بزاويه او عاوز اتحرك عمودي وافقي. عاوز اديله مسافه، فانا هكتب له 15 مثلا، فهلاقي ان هو مديني المسافة اللي هيتحركها لغاية الايه، النكست بوينت. عاوز تكمل بقية الخط ممكن تكمل عادي. طيب يعني لو عملت مثلا خط تاني اهو بالشكل ده، لما اجي اقف على الخط ده هلاقي ده خط وده خط تاني. طب انا لو عاوز اعمل لهم جوين، فبروح معلم عليهم كده وكاتب جوين ودايس مسطرة، هيديني ان هما الخطين بقوا حاجة واحدة. طب لو انا عاوز من الاول خالص ارسم الخطين دول اكنهم حاجة واحدة، فبستخدم امر تاني اسمه بولي لاين بي ال، ادي اهو هرسم برضو الخط واديله زاوية 45 زي ده، ادي شيفت 45، فهيديني اهو. اروح راسم التاني فلاقي ان الاتنين بقوا حاجه واحده من غير ما ادوس جوين. فده الفرق بين البولي لاين واللاين. طيب الاشكال التانية، طبعا انا عاوز الحته دي تبقى شارب تبقى فيلت، فراح قايل في عندي امر اسمه فيلت، اختار هنا ان الراديوس بتاعي باي حاجه بقى اختار نص مثلا. فلما اجي اعمل فيلت كده الاقي ان اتعمل له فيلت. طب عايز اكبر الفيلت ده، راح برضو قايل ان انا عاوز اخلي الراديوس مثلا 5، ادي الاقي ان الراديوس بقى ايه، بقى اكبر شويه. عايز اخليه اكبر، اخليه 10 مثلا، ادي فلاقي ان الايه الحته دي بقت شارب. طيب عايز اخلي الاتنين دول يبقوا مقطوعين مع بعض، يعني يبقوا الاتنين نفس القفله، فراح اعمل ايه، اروح مثلا اي راسم خط واعمل امر اسمه تريم تي ار، واختار الخط اللي انا عاوز اقطع عنده، وبعدين مختار الخطين دول، فلاقي ان الخطين اتقطعوا وبقوا نفس النقطه. ممكن ارسم هنا خط بينهم واعمل جوين، فلاقي ان كله بقت قطعه واحده. نفس الكلام هنا، ادي اهو جوين وكأنهم قطع. طيب الحاجة دي أنا عاوز أخليها بلوك لوحدها، ما أقدرش ألعب فيها. يعني أنا دلوقتي ممكن ألعب في الخط دوت وأعمله كده براحتي، عاوز أغير فيه. لكن لو أنا خليته بلوك وأسميه مثلا بأي اسم، بلوك إكس مثلا، بلوك، فهلاقي إن ده كله بقى بلوك، أقدر ألعب فيه مش أقدر. عاوز أحركه أتحرك. بالنسبة للحركة بقى، في عندي موف ان انا اقدر احرك الخط ده. طيب ممكن اعمل كوبي، اعمل منه كذا نسخة، فده الفرق بين الموف والكوبي. طيب لو انا عاوز ارسم دايرة، فسيركل اختار السنتر، وبعد كده اختار بقى انا عاوز اشتغل على الديامتر ولا الريديس. لو انا دوست الديامتر ودوست 100، معنى كان انت عاوز الديامتر يبقى 100. طب عايز احركه شوية بعيد عن هنا، تمام. طيب لو انا عايز اوسع حاجة على الخط ده، يعني ايه؟ يعني انا عايز احط مثلا دي عندي في الارش بتاعي دايرة، وعايز اوزع مجموعة كشافات هنا مثلا، اروح قايل ايه، قايل ديفايد، اوكي. عايز اقسمها لخمس، احط 5 كشافات، راح قايل ديفايد لعشرة، 10 قطع. طيب ما ظهرش حاجة، بروح اختار
طيب وأي الأنعاوز العلامات اللي متقطعة دي تظهر كإكس أهي. ممكن أنا بقى أروح أجيب سيركل تانية ألاقي على أساس إن هي كشاف يعني، وأعملها بلوك وأقيل إن هي تبقى سبوت مثلا، وأروح جايبها موزعها. اروح حاطه، انا عاوز احط 5 وانا هنا عندي 10 اكس، يروح جاي كده واحدة واسيب التانية، واحدة واسيب التانية، واحدة واسيب التانية، وهكذا. اروح نعلم على دول select similar ودايس اي امسح الاكس. فانا كده اكني وزعت الايه السيركل هنا بشكل دائري. طب عايز اعملهم على خط نفس الكلام، اعمل ديفايد، عايز اقسمهم مثلا لثلاثة كشافات، راح كاتب 6 مقسمهم ل 6 واخد من دي كوبي، ادي اكس اكس. فلما نيجي نبص زي ما احنا عارفين طبعا في الكود يقول لي ايه، ان انا لو ما عنديش جيبسون بورد او عنديش تبسيط بلاطات في السقف، انت بتوزع اكس ل 2 اكس، ادي الاكس بينها وبين الحيطه، وادي ال 2 اكس بينها وبين الكشافه اللي جنبها، فده اسمه اكس و2 اكس. طب لو عندي أوضة بمناسبة الكشافات، إن أنا عندي أوضة كده وعايز أقسم فيها الكشافات، عايز أحط هنا 4 كشافات بس، فبروح قال إيه، بروح أديفايد الخط ده، عايز أحط كشافين، بروح أديفايد لكام؟ 4، وده هيديفايد لكام؟ 4. روح راسم خط من هنا، خط هنا، يبقى انا عندي كده الايه ال4 تقاطعات دي احط فيها الايه ال4 كشافات بتوعي. بكل بساطة وشايل الاكسات بتاعتي بس، يبقى انا كده كاني وزعت الايه الكشافات دي. طيب يبقى انا كده اتعلمنا لو انا هعمل موف كوبي لاين بري لاين سيركل في ريكتانجلر، هي على فكره الاوامر كلها هنا، يعني دي الاشكال اللي اقدر ارسمها، دي الاوامر اللي اقدر استخدم لها موف احرك، كوبي ان انا اكوبير، سكيت ستريتش ان انا امط الشكل شويه، سكيل ان انا مثلا لو انا عاوز اكبر الاوضه دي اروح قايل له سكيل، يقول لي طيب اختار لي النقطة اللي هتحرك منها، هختار من هنا مثلا، يقول لي القيمة اللي هضرب فيها، يعني انا هسكيل كام؟ هسكيل 100 مرة مثلا، فادي انا كده عملت سكيل. طب عايز ارجع كنترول زد، ارجع لي تريم زي ما احنا قلنا، فريز زي ما احنا قلنا، دي حاجات اللي انت هتستخدم. هنا طبعا لو انا عاوز اعمل لير، يعني ايه لير؟ انا دلوقتي عاوز احط الكشافات دي على لير، وعايز احط الاوضه على لير، فهروح اقول مثلا ان الخطوط بتاعتي دي هعمل لها لير اسمها ارش مثلا، فانا هختار ده كده واقول له حطولي على اللير اللي اسمها ارش، والكشافات هنعمل لها لاير جديدة اسمها لايتنج مثلا، ونخلي اللون بتاعها نقدر نغير اللون بتاعها. فلما انا اجي اروح كده اجي اعملها لي على الارض، بقت دي لاير ودي ايه ودي لاير تاني. طب لو انا عاوز اخفي اللاير بتاعت البلان اللي هي الارش، راح جاي هنا كده وقايل له اخفيها لي، لقيت ان هي ايه اختفت، ان دي ما كانتش موجوده. تمام. طب عايز ارجعها تاني، فانا كني عملت كذا ليه. فانت لو مثلا لو انت شغال في اوضه وعاوز تخلي الكشافات على اللير، البلان على اللير،
البرايز اللي موجودة على لاير تاني. أرسم مثلا مجموعة برايز بلوك بلو بلوك سوكيت مثلا يعني، عايز اعمل ميرور. هي عندي ميرور ان انا اميرور حوالين الخط. خلي بالك بيقول لك لما تيجي تعمل الميرور بيقول لك اختار الريفرنس انت هتتميرور عليه. طيب هل امسح القديم ولا يخلي ولا اعمل ميرور وخلي القديم؟ انت لو دوست نو يبقى انت كده هتسيب القديم. طب لو دوست يس يبقى انا كده هميرور وامسح القديم. عاوز انا اخلي ده على اللير تانية، نخلي اعمل روح هنا من هنا جاي هنا كده، يبقى انا هعمل لير تانية اسمها سوكت. وادي دي خليها باللون الاخضر مثلا. خلي بالنا ليه ده ما تعملش بنفس اللون اللير، انا هو خليهم بقى هما بقت اخضر دلوقتي. بقى انت حضرتك لو عاوز تظهر لي بس اللايتنج اخفي البرايز، عاوز تظهر الاوضه بس فاضيه اخفي اللايت، وهكذا. من هنا طبعا نقدر نغير الوان الكشافات وكده، بس عشان بلوك لازم نغيره من جوه. يعني انا ندخل جوه البلوك لوكيتور واخليه مثلا لونه مش باي لاير بقى، مش كل ما تغير اللاير هو يتغير، اثبته اخضر مثلا. هو كده غير لكله، خلي بالك لان ليه غير لكل الكشافات، لان كل الكشافات دي ايه بلوك واحد. فانت لو انت مثلا جيت غيرت اللون بتاع الاضاءة اللاير بتاع الاضاءة هو متغيرش. ليه؟ لان انت جوه البلوك ثبت اهو، ثبت الايه الاخضر. لو عايز تغيره خليه باي بلوك. فانت لو حضرتك هو اوريدي ايه راح اتغير هو دايركت وشاف اللاير على ايه، فراح غير نفسه وخلاه على اللون بتاعه اهو. عايزين نغير احنا اللاير، وعشان كده افضل خليه على اللاير، عشان انت لو حبيت تغير لونه تغيره بكل سهوله. تمام كده، فهي دي البيزك ان انا ارسم على الاوتوكاد. في assignment كده هنعمله، وطبعا لو في اي مشاكل ارجعوا لنا. هنعمل حتى سيشن اونلاين نشوف فيه المشاكل عشان لو اللي واقفه قدامكم في الرسومات يعني.